إن ربا كفاك بالأمس ما كان حتما سيكفيك غدا ما يكون. حملان الهموم جنون، ويحرم في مثل هذه المواطن أن تستعظم ذنبك على الله، ويحرم في هذه المواطن أن تستعظم كربك على الله. إن لم تغفر الذنوب في هذه المواطن أين تغفر؟ إن لم نذكر في هذه المواطن فأين نذكر؟ إن لم تنجلي أغيارنا، إن لم تنجلي أغيارنا في هذه المواطن أين تنجلي؟ يا عباد الله، نحن في موطن تجل من أربع جهات الله سبحانه وتعالى أغدق فيه النعمة. تنزل عليهم الملائكة، تحفهم الملائكة. انت عارف ده يعني ايه؟ اول ملائكة تحف بينا كده الشياطين خدت اجازة من الجلسة، وعندما الشيطان اللي راكب على قلبك سابك يبدأ يقول لولا الشياطين تحوم حول قلب ابن آدم لكشف الله له عجائب الملكوت. يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل السماء قبلة الدعاء، وجعل الكعبة قبلة الصلاة، والله يدعى من كل مكان، وجعل الله المدينة قبلة الزيارة، والنبي يزار ولو من هنا. فأحسن الظنون، فحملان الهموم جنون، وخاصة إن كنت تحمل همك هنا. هنا تسكب العبرات، هنا تنزاح الأغيار، هنا تنزل الملائكة، هنا تنزل السكينة، هنا تتغشى الرحمة، هنا نذكر فنذكر فتنجل الأقدار. ولا أنتم مش مصدقين؟ احنا عندنا أزمة صدق الله العظيم، قلت لك عليها فيتامين ناقص مش موجود. الفيتامين ده محتاجين كل سيادنا الدعاء المشايخ ربنا مكتر فيهم النهاردة، عايزين كل واحد يدوس على صدق الله العظيم، يطلع من محفظته ويدي للناس عشان الناس تصدق. سيدي أبو الحسن الشاذلي بقى قال ايه؟ يقول، عشان أوريك نقص فيتامين صدق الله العظيم، احنا ليه بنقرأ القرآن يا أولاد ولسه مهمومين؟ مع أن الله قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيه شفاء للناس، شفاء وهدى، يشرح الصدور. ما بيحصلليش أنا كده ليه؟ لأنك حضرتك مش مصدق، لأنك قرينا لك البخاري مش قادر تصدق. انت فاكر الحكايه دي حدوته الشيخ هيحكيها ونقوم نروح وخدنا حسنتين وخلصنا؟ يا مولانا ده تجلي. تعال بقى شوف سيدي ابو الحسن الشاذلي بيقول ايه. يقول رضي الله عنه: اللهم اني اسالك الايمان بحفظك. ما قالش اللهم اني اسالك حفظك، ما الحفظ حاصل، مش ربنا حافظ الصالحين والاولياء والذاكرين، الحفظ حاصل. ما ان تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات الصبح او بالليل، الموضوع انتهى. امال القلق ده ايه؟ القلق ده انك مش قادر تشوف ان الله موجود، مش قادر تحس بوجود ربنا معاك. انت هو موجود وانت مفقود، هو حاضر وانت غايب، ودايما بتستدعيه بذكرك، متيالك انه هيحضرك بعد ما تذكر. ومن الذي يطعم الكافرين ويطعم من يعبدون النار ومن يعكفون على الاوثان ومن الذين لهم، ومن بيطعم الملحدين مين؟ القضيه يا اولاد مش قضيه اذكار، قضيه ثقه، قضيه ايمان، قضيه احساس، قضيه رؤيه، انطماس البصيره. هذا لا نريده ولا نطلبه من الناس. فيقول الشيخ: اللهم إني أسألك الإيمان بحفظك. إيمانا من نوع فريد، من نوع يحصل عندي من بعده، إن القلب يقول سكن الفؤاد فعيش هنيئا يا جسد. أيوة، إيمان من سكن قلبه من أهم الرزق والخوف من الخلق، بكرة ما بقتش خايف منه ولا امبارح زعلان عليه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. خفف الحمل، فحملان الهموم جنون. سيدي أحمد البدوي يدعي دعوة جميلة في حزب، يقول: اللهم اكلأني كلاءة الوليد. يعني عاملني معاملة الصغيرين، ما تعملش معايا معاملة الكبار. أمال إحنا ليه بنصلي نقول الله أكبر؟
وعشان كده عشان انت الصغير، والصغير لما يبقى له كبير ما يعتلش الهم. عشان ليك ناصح كده، عرفت ليه سيدنا النبي يقول لك كان اذا حزبه امر هرع الى الصلاه، ويقول عرفنا ايه عشان حقيقه ايه. الله اكبر، بتصلي وتقول الله اكبر وفي هم، يبقى ما صليتش. ما لما يكون الله اكبر يبقى انت صغير، والصغير لما يبقى له كبير ما يشيلش هم كده ولا ايه؟ الله اكبر. اللي عنده اب بينام حاطط رجل، والله يضرب رجل على رجل في وش التخيل عشان ابوه عايش. اللي عنده رب بقى والله تعيش في المملكه زي العصافير. فاكرين لما قلت لكم يا اولاد عايزين يقين العصافير؟ شفتوا يقين شفتوا العصافير نجحت اكتر، والله العظيم عندها يقين ما عرفش اتعلمت فوق فطري. الله النبي يقول لك ايه؟ لو انكم تتوكلون على الله ايه؟ توكلي ايه؟ الاجمل من كده، قال لا رزقكم كما يرزق الطير، لا رزقكم ايه؟ شفت العصافير تمام ياخدوا خماصا يطلع من البيت ما فيش في بطنه فتله او حبايه قمح حتى، وتعود بطانه، تاخده خماصا وتعود بطانه، طلع معاش ولا مليم، راجعه شايله ومحمد وش... ولا وخلي بالك وهي راجعه حمدها فقه عجيب جدا، ما تشيلش اللي على قد اللي ايديها ماسكاه، ما تاخدش حاجه في وضاره زي حالاتنا، لا 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 جايبه ليه؟ لان عارفه ان بكره تطلع تاكل بره، ما عندهاش ديب فريزر، ها؟ ما عندهاش ديب فريزر، راجعه واخده اللي هتنام بيه بس، اللي هتتعشى بيه ويقضيها للصبح. لما خدت شويه حوش بدل ما نطلع الصبح، قال لها هي تروح وتغدو وهي تستشعر ان لها ربا تروح وتغدو في مملكته فتتشرف بطلب الرزق والعبوديه لله. قال ما تم كانت خدت لها تحويشه اسبوع بدل ما نتعب نفسنا ونروح ونيجي، قال لها هي متلذذه، هي بس تهز جناحها تنزل الارزاق، هي عارفه ازاي اشاره انا عايز اكل، تهز جناحها بس. ولذلك تاكل بطريقه عجيبه جدا، تمد بقها بالطعام وترفع راسها لخالق الأنا. الخزائن العرشية مش ماديات، الخزائن العرشية أنوار إيمان ستتدفق في قلبك تخلي البلوى تبقى حلوة، تخلي المرض عافية، تخليك تستعذب البلية حتى تنطوي الأيام وتكون لك هذه البلية معراجا ممرا إلى الجنة. هيحل البلاء في عينه لأنه قضاء من تحب، والمعنى كده أنه مش هيديك، لا هيديك بس هيديك في الوقت اللي هو يخليك فيه ما يضركش العطا وما يأذكش الإيجاد، ويخليك بين خلقه محل نظر الخلق، لأنك أنت تحملت ما لا يحتمل. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، ده ما استغفرش، ده ما صلاش، ده ما راحش عند القبلة، ده لسه على الحوض بيتوضى، الا وخرجت خطاياه من امال. الله اكبر دي ليه؟ لاستنزال درر الانوار والرحمات على العبد العاصي. فما بالكم بالعبد اللي حرس ما بين الصلاه والصلاه ما عملش حاجه؟ فهمت يعني الله اكبر؟ الله اكبر يعني اكبر منك واكبر من جنيتك، عنايته اكبر من جنيتك، رحمته اوسع من ذنبك، قدرته وهمته اوسع من همك، حوله وطوله اوسع من حولك، فانت الاصغر وقد لجأت الى الاكبر. فما ان تقول الله اكبر الا تحاتت كل ذنوبك وانزاحت عنك كل عيوبك وانجلت همومك. عشان كده سيدنا النبي كان اذا حزبه امر يهرع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ففي قول الله أكبر كبير فرج. السجود يا أخوانا مفتاح كل فرج، ما وجدت دواء أرجى لكل داء وفرجا لكل بلاء ومدرارا لعطاء السماء من قول ربي واسجد وقتا. ما وجدت دواء لكل داء وفرجا لكل بلاء ومدرارا لعطاء السماء من قول الله واسجد واقتر. الله يجعلنا من السجد، الله يجعلنا من السجد، الله يجعلنا من. عشان كده سيدنا إبراهيم كانت دعوة الجميلة يقول لرب اجعلني مقيم الصلاة،
ومش أنا بس، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قلت لك ما سكنت والهم يوما بموضع، اتنين ما يجتمعوش، الهمة والهم، حاجتين ما يتجمعوش أبدا. أنت جيت هنا، أيوة، أنت في ضيافة من؟ أنت نزيل من؟ أنت جليس من؟ محتسب ذلك على من؟ يقدر يفرجها ولا لا؟ رقيب يطالعني فأعصي جهالة يبدل بالغفران قبح مزلتي. رقيب يطالعني فأعصي جهالة، من عبطي وخبتي مانيش عارف أنا بغلط في حق مين. رقيب شايفني يطالعني فأعصي جهالة يبدل بالغفران قبح مزلة. عشان تحلون الصلاة في عينك، وصلي بالليل كتير 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 كتير. ممكن تبقى عامل خلوه فاتح الفيسبوك، ما ينفعناش. عايز مني اشوفك وانت بتصلي وقت انا زلت تقول انا كنت في الخلوة. طب وانت بتعرفني ليه سيادتك انك كنت في الخلوة؟ في نفسك في ارض الخمول فما نبت منك لا قيمة له. يعني استر، يعني استر، خبي 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 خبي، خلي اكتف بي. عايز مني اشوفك وانت بتصلي وقت انا عايز مني اسمعك وانت مسبح يا دي. عايز مني اشوفك وانت بتدمع يا ابني. أيوه. ولذلك ان الله جعل لأهل الستر سرادق ستر يوم القيامة، فقال النبي في وصفه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل ذكر الله ففاضت عيناه. بس شرطية الخلع، الخلع يعني مقفل البيبان والخواطر. ممكن تبقى عامل خلوة وفتح الفيسبوك، ما ينفعناش. قاعد في الخلوة وتطلع تقول أنا كنت في الخلوة. طب وانت بتعرفني ليه سيادتك انك كنت في الخلوة؟ هي دي العبودية برضو؟ مش هيسري بيك، عايزين ليه؟ ربما أعطاك في ليل القبض والستر ما لا تناله في نهار البسط والفضايح. فاستر ولم نفسك واسجد واقترب. ما عرفتش تعيش في معنى الستر، كتر من قيام الليل وصلي بالليل كتير 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 كتير. يقول له: ما لأهل قيام الليل وجوههم منورة؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن ليلا فأورثهم نورا من نوره في قلوبهم وعلى وجوههم. تعرفهم من دبلان العينين وسيلان الدموع ورقة القلوب، يمشون على الأرض إيه؟ هونا، لأنه ماشيين بالليل مش شايفين غيره. واحنا فين؟ يا صلاة النبي عليك، ليلة عايزك تتحقق بوصف الليل عشان يسري بيه. طب مش عارف، استخبى بقى في عمك، شوف لك شيخ وقعد تحت جزمة واستخبى فيه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم. بس استخبى، بلاش زهو الأحوال، بلاش نبقى السبحة الطويلة وقعد قاعد في الشغل مفرج الناس علي أني بسبح. يا عم خبيه يا عم بالراحة عشان يحصل لك إسراء. وليه قلب عبدي؟ لتسمو العبودية في عيون العباد، ليسمو الله بمفهوم العبادة والإنسان في عيون العباد، عشان تحلو الصلاة في عينك، وعشان يكون النبي قدوة لكل إنسان يعبد الله بالتشوق إلى الله، بأن لها أمل لها فرج. هنوصف صلي طول تسبح طول النهار، وتيجي بالليل تقعد بين ايدين ربنا يقول لك: ولئن سألني لو أعطينا يسأل تقول ايه؟ اذا سألت فاسأل ايه؟ يعني ما تطلبش الا وجه الله. العبد الصالح لا يطلب غيره ولا يطلب من غيره. قوم النعم لا جنة الفردوس قصدهم، ولا الرفرف الاعلى ولا الرضوان قصدهم ومرادهم، الله ظاهرا لا قصدهم حور ولا ولدان. مش عايزين اللمتة، ما يلزمناش حد. ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله لا زل ولا ضل ولا قل ولا اختل بل وصل. الله الله قل وزر الوجود وما حوى. الله قل سيدنا النبي ربنا برب. سيدنا النبي جاب الكلام ده من ايه؟ تربية إلهية، شغل وراسة بقى مش دراسة. بيقول له ايه؟ قل الله ثم زرهم في خوضهم يلعبون. خليك انت معانا وخلي اللي يغني يغني. قال له: تعالى يا ولد
إذا سألت فيه وإذا استعنت أي استعن بالله على الوصول إلى الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة الشاهد من كلامي يا عباد الله، واعلم أن الأمة دي يعني خلق الله جميعا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك. يبقى اللي ليك هتاخد واللي مالكش ايه؟ فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. عيبنا ان احنا مش عارفين. ربنا غالب على امره، هتروح شمال وتروح يمين وتقولها هتجوز فلان وتسيب ثوب الارض ويوم الفرح تطلع. ليه؟ مش بتاعتك. كل اللي عنده امنيه ما تحققتش يقول في نفسه والله غالب على أمره. نعم نعم نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما حدش يأخذ مننا اللي احنا عايزين ندور. والله إيه؟ لكن احنا نعمل بالأسباب، نعمل بالأسباب ونسجد للمسبب. وهي دي العبودية، عبودية الرضا مع العطاء والمنع. يا سلام لما الله سبحانه وتعالى الأك ساجد لما ما عطاكش. والله يا اخواننا ساعة ما يلقى ربنا قلبك ساجد وانت ما عطكش، هذه في الحضرة. إن كانت السجدة في الحرم بألف بمئة ألف، هذه سجدة بمئة ألف ألف. هذه سجدة كيان، انصاع لمراد الله ورضي بحكم الله. وهذه تتجلى فيها روحانية العبودية. النبي في رحلة الإسراء والمعراج راح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في قد إيه؟ طرفت عينه واطف. لا أقل من طرفت عينه. قالت أم هانئ راح وجه والفراش لسه دافي. فأنا قلت إيه؟ أنه ذهب وأتى في أقل من دفء الفراش. عارف المسافة كانت إيه؟ راح من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى للسماوات العلى ما بين كل سماء والتانية مسيرة 500 سنة، ياخدهم واحد بعربية مرسيدس كده أعلى موديل خلاص. وما بين سمك كل سماء والسماء التي تليها 500 سنة، يعني السماء سمكها بس 500 سنة، والفراغ ما بينها وبين سقف أرض السماء 500 سنة. عد بقى تطلع مش عارف كم مليون سنة ضوئية عشان يروح ويجي. بس ده بإيه؟ بأعلى عربية ولا طيارة جديدة. راح وجه أمهان دول في دفء الفراش. جميل خالص. هل ثبت ان في رحله الاسراء والمعراج حد كان بيطارد النبي عايز يقتله؟ ها ابدا. ده رحله تكريميه. طب في رحله الهجره يطلع سيدنا النبي، ناس طلعت وراه عايزه تموت وسيوف وقتل وموت، ومع ذلك طب ليه ما طولوش الارض؟ لا ابدا، ولا طلب منه يلهلوا ولا يطولوا الارض، ولا طلب منه كرامه ولا معجزه، لان العبد مع مولاه كريشه في فلاه. لو اجتمعت الدنيا كلها يدوا لك حاجه مش بتاعتك مش هتاخدها، ولو اجتمعت الدنيا كلها يمنعوك حاجه مكتوبه ما يقدروش يمنعوها عنك. وسيدنا النبي ختم الحديث بتوقيع محمد جميل، رفعت الأقلام. يعني ما حدش هيجي من بعد ينسخ الكلام ده ويغير القانون ده. يعني ده قانون أنا وضعته وما فيش حد بعد يجرؤ يغيره. وربما أعطاك في ليل القبض والستر ما لا تناله في نهار البسط والفضايح، فاستر ولم نفسك واسجد وقتها. ما عرفتش تستر تعيش في معنى الستر، كتر من قيام الليل وصلي بالليل كتير 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 كتير. يقول له ما لأهل قيام الليل وجوههم منورة؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن ليلا فأورثهم نورا من نوره في قلوبهم وعلى وجوههم. تعرفهم من دبلان العينين وسيلان الدموع ورقة القلوب، يمشون على الأرض إيه؟ هونا، لأنه ماشيين بالليل.